الدروب وإن طالت مسافتها ستنتهي فاستمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امتدادا لأعمال الرسم الجداري، طبعا في مقاطع سابقة رسمنا الجدارية اللي احنا شايفينها جرافيتي مع بعض الأشكال الحيوانية، رسمة الصقر مع تداخلات الحروف خلفية رقم 2، أيضا رسمنا الخلفية رقم 3 اللي احنا شايفينها. استكمالا للموضوع هنبدأ مع بعض كده إن شاء الله نعمل فكرة جديدة وجنب جديد. الجدار زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده نصفين، طبعا هنا ده بلاستيك مناسب جدا للرسم، ده زيت صعب شوية في الرسم، فبنفكر هل الأفضل إنه ندهن الجنب كله لون ولا نشتغل مباشرة عليه ونبدأ نعالج الموضوع ده واحنا شغالين. ده طبعا المقترح احنا ننفذه ان شاء الله. تمام. طبعا ما عندناش حيلة، هي لازم زي هننفذ هنا في المنطقة دي. ده شكلها زي ما احنا شايفين. نبدأ عملية التكبير ونشوف مع بعض مراحل. انا طبعا بستخدم البروجيكتور كتسهيل، وفي وقت سريع جدا بقدر ان انا ارسم مساحات كبيرة زي ما شفنا ما خدتش مني وقت. الخطوة اللي بعد كده مباشرة ببدأ بالألوان، بحاول أمسك لون كده وأوزعه في مساحة العمل حسب الألوان الموجودة في الصورة أو بما يتناسب مع توازن اللون يمين ويسار وكده، وتوزيع اللون يكون مناسب للرسم. في مساحات بتاخد أكتر من وش عشان تكسي، وفي بتكسي من أول وش، أنت وأنت ماشي كده بتشوف أنت محتاج إيه. لكن أنا دايما أحب أن أنا ارمي الوان الرسمه كامله. طبعا معانا خبير الالوان الاستاذ ابراهيم خميس، فدايما انا بحب املا الوان الرسمه كامله، وبعد كده محتاج بقى بتظهر الرسمه قدامي، محتاج اعدل اللون، اغيره، اغمق، افتح، ابدا بقى اضيف التفاصيل زي ما نشوف مع بعض واحده واحده. ففي حته ان احنا نرمي الالوان في البدايه طبعا حسستك ان انت عملت حاجه وبدات الرسمه تظهر معاك، بتبقى من عوامل نجاح الرسمة بشكل أفضل. يعني الرسم بالبلاستيك طبعا ممتع وبيتيح ان انت تعمل تدرجات وتعمل تقسيم وتعمل ظل ونور وتعمل غامق وفاتح، وكمان سريع. يعني انت بترمي لون بمجرد ما بتروح تغسل الفرشة بترجع بيكون اللون نشف، تقدر تضيف عليه غامق وفاتح. فكرة الشغل معانا النهاردة انه دايما بشتغل في الغالب يعني بثلاث الوان، انه هشتغل احمر يبقى عندي الاحمر الغامق النبيتي مثلا القريب من البني، وعندي الاحمر الفاتح والاحمر العادي، وبراعي اتجاه الاضاءة. ففي الحالة دي بيكون موضوع عندي سلس وسهل وبيقسم الشغل وبيعطي واقعية اكتر. بعد ما خلصنا رمي الالوان بدأنا في موضوع الظل والنور ودرجات الغامق والفاتح، وكمان التحديد باللون الاسود مهم جدا، وفي اماكن بنحددها بالبني. وطول ما احنا شغالين بقى بنشوف الرسمة محتاجة هنا حاجة نزود، نضيف، نغمق، نفتح، زي ما هنشوف. هسيبكم مع الفيديو، واتمنى النتيجة في النهاية ان شاء الله تعجبكم وتتابعونا في فيديوهات قادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.